هنتحول معاكم لتاني حواراتنا في هذا الصباح. بتأكيد بيشغل بال المصريين الآن هو مين رئيس مصر القادم، ازاي هنقدر نختار رئيس مصر القادم. دي مبادرة قامت بيها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب، أعلنت عن مبادرة عنوانها الرئيسي كيف تختار رئيسك وماذا تريد منه. حقيقة مبادرة جادة ومبادرة حقيقية تستاهل الشكر عليها وزارة الشباب. المبادرة هيتم فكرتها بسيطة وبشكل جديد ومختلف، هيتم طرح استمارة على الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل اللي يخش يكتب ايه اللي عايزه، ايه اللي شايفه في رئيس مصر القادم، ايه المواصفات اللي عايزينها. ايضا هتقوم مجموعة من الشباب المتطوعين تابعين لوزارة الشباب بعمل استقصاء في الشارع المصري عن كيفية اختيار رئيسك القادم. كنا لسه بنتكلم عن موضوع رئاسة الانتخابات الرئاسية ودخول السيد حمدان صباحي على الخط في هذا السباق، أشعر ربما السباق الانتخابات الرئاسية. كل هذه الأمور يتحدث معنا فيها الأستاذ محمود بكري رئيس التحرير التنفيذي بجريدة الأسبوع. صباح الخير يا أستاذ محمود. صباح النور. صباح الخير يا أستاذ محمود، مرحب بحضرتك. يعني اسمح لنا سؤال كده بسيط في البداية، قد يبدو بسيط ولكن ربما الإجابة عليه يعني مش سهلة، يعني إيه اللي عايزه المواطن من الرئيس القادم؟ أيا كان اسم الرئيس القادم أو توجهه، المواطن البسيط ماذا يريد من الرئيس القادم؟ باختصار شديد عايز رئيس يحب مصر بس، يعني بدون الخوض في كل التفاصيل. الرئيس اللي بيحب مصر، اللي بيعشق مصر، اللي أثبت ولاءه، أنا بقول مرشح لغاية دلوقتي، المرشح للرئاسة علشان من نحدد الألفاظ والمصطلحات. المرشح للرئاسة اللي أثبت ولاءه وإخلاصه وانتمائه وصدقه ودفاعه وتضحيته من أجل هذا الوطن هو الذي يستحق أن يكون رئيس لمصر. المواصفات مش بالفلسفة الكذابة ومش بالكلمات الرنانة ومش بالشعارات الجوفاء ومش بالوعود اللي بتطلق في كل مناسبة، ولما نيجي لحظة التنفيذ بنلاقي هذه الوعود كلها تبخرت. لا، اعتقد احنا الشعب المصري بلغ مرحله النضج الكامل، واللي احنا شفناه في من بعد 30/6 لغايه النهارده خروجه في مناسبات جليله وفي لحظات تاريخيه فارقه وفي اوقات محدده واستجابه لدعوات وطنيه نبيله اكدت ان هذا الشعب قادر على الاختيار الصحيح والفرز الصحيح واختيار من يقود مصر الى الامن والاستقرار والتقدم والنهوض والتطور. أستاذ محمود، حضرتك شايف اللي يحسم هذا السباق الرئاسي هو اسم المرشح ولا البرنامج الانتخابي في اللحظات اللي احنا بنعيشها دلوقتي؟ أول حاجة تاريخ المرشح، تاريخ المرشح ودوره وتفاعله مع شعبه وقدرته على الإخلاص وإثبات ده ببرهان عملي ودليل عملي. مش عادل في باريس ولا في ستوكهولم وبتتكلم وتيجي تقول لي أنا أقدر أعبر عن الشعب المصري. لا، الشعب المصري يعبر عنه اللي بيشرب المر مع الشعب المصري. اللي بيعيش بين المصريين، بيتواجد بينهم، بيلاقوه في لحظة الخطر يخرج ويقول أنا هو جنبكم، أنا معاكم، مش هسيبكم، مش حبعد عنكم. مصر فيها كتير من الشرفاء والمخلصين، أكيد مصر تستحق سباق رئاسي واسع. أنا نفسي ترشح 10 ولا 15 مرشح للانتخابات الرئاسية. احنا محتاجين الشارع يفرز، الشارع يقول لنا هو هيختار مين. المواطن المصري البسيط ده النهاردة بوصلته واضحة، مش اتجاهاتها مش متذبذبة عنده. والمواطن المصري واخد قراره وحاسب قراره من فترة مش من النهاردة، وعارف مين اللي هيقدر اللي نفعه واللي هيقدر ينفعه الفترة اللي جاية، وبالتالي فهو النهاردة هيصب كل اهتمامه في إطار الشخص اللي أثبت ولاءه وإخلاصه لهذا البلد، واللي من خلال هذا الولاء والإخلاص هتنطلق مصر الكبيرة، مصر اللي هتطوف كل الدنيا، مصر اللي هتتواصل مع العالم، مصر بإذن الله اللي هتستعيد دورها القيادي والحضاري ليس في المنطقة العربية فقط ولكن في منطقة الشرق الأوسط كلها بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب أستاذ محمود، اللي رشح نفسه بشكل مباشر ورسمي حتى هذه اللحظة هو حمدين صباحي، قدم نفسه على أنه مرشح الثورة ومرشح الشباب. يعني دلالات هذه التوصيفات اللي أطلقها حمدين صباحي على نفسه وإلى أي مدى ستؤثر على المشهد الانتخابي؟ هل هيكون ليها أصلاً أي تأثير؟ أولاً من حق الأستاذ حمدين صباحي أن يرشح نفسه وأن يطرح نفسه على الشارع المصري، وهو خاض الانتخابات السابقة وحصل على كمية هائلة من الأصوات لا يستطيع أحد التشكيك فيها والتقليل من شأنها. نعم، ده حقه الطبيعي.
لكن أن يتحدث الأستاذ حمدين على أن هو مرشح الثورة ومرشح شباب الثورة دي لينا فيها وقفة ولازم يبقى لنا فيها ملاحظتين جوهريتين. إيه هما بقى؟ الملاحظة الأولى أنه قال في السابق أنه إذا ترشح المشير عبد الفتاح السيسي لمنصب الرئاسة فأنا لن أترشح، وهذا الكلام مثبت وموجود. صحيح. حقه أن يتنصر من هذا الكلام، هو حر طبعا، دي حاجة ترجع له، ما حدش يقدر يراجعوا فيها. في ناس بتنظر للإنسان على أن كلمته واحدة، وفي ناس تنظر للإنسان على كلمته بتتغير حسب الأجواء، حق طبيعي له، ما حدش يقدر يزايد عليه. وعشان كده يمكن يترشح قبل ما المشير السيسي هو هو هو, هو حق له، سواء كان أخطأ أصاب، ده حق حق الطبيعي، ما حدش يقدر ينازعه عليه، لأن في النهاية الناس اللي بتقيم اللي عنده كلمة واحدة أو المتردد أو اللي عنده كلام مختلف، الناس بتقيم وبالتالي بتختار على هذا الأساس. الحاجة الثانية، ليست المشكلة الآن في ترشح حمدين صباحي، المشكلة الآن أنه ترتب على ده انقسام في صف حركة التمرد، وانقسام في صف جبهة الإنقاذ. إحنا بنتكلم وبنقول يا مصريين عندكم عدو في الداخل وعندكم عدو في الخارج، والعدو متربص بيمارس العنف علنا والتحريض علنا، والقرارات بتطلع من برلمانات في أوروبا وغير وغير واضحة، أهدافها واضحة. في ظل المخطط ده وفي ظل محاولة تفتيت المجتمع من الداخل، الذكاء السياسي يقول ما يصحش أن أنا أدي لخصومي خنجر جديد عشان يطعن بيه في ظهري. لأنك لما تفتت النهاردة من الداخل حركة التمرد، تفضل كل مشكلتهم النهاردة مش ان احنا متوحدين مع بعض عشان نجابه الارهاب ولا نجاب العدو الخارجي ولا المؤامرة الدولية، لا، بقى مشكلتنا دلوقتي احنا بنعمل اجتماعات وبنعمل اجتماع طارئ للمكاتب الادارية لحركة التمرد علشان ناخد قرار باتجاه محمد عبد العزيز واتجاه مش عارف مين ومين. في الوقت في الحاجة التانية، جابت الانقاذ النهاردة طالعة، الوفد بيقول لك حمدين اشتراكي ولا يجب ترشيح واحد اشتراكي لان برنامجه اشتراكي، واحنا نختلف مع حزب المصري الديمقراطي، المصري الاحرار لم يحسن موقفه. اذا انت عملت صراعات داخل الجبهات اللي المفترض ان تكون لها اهداف استراتيجيه موحده، حتى لو اختلفنا سياسيا مع بعض في الداخل، بس ما ينفعش في المرحله الصعبه في تاريخ البلد انا بفتح ثغرات في جدار الوطن بسمح من خلالها للعدو المتربص في الداخل وفي الخارج ان ينفذ من خلالها ويحاول يحقق اهدافه. استاذ محمود، يعني ده هيخلينا نقول ان الكلام متناقض، ان احنا منين بنقول احنا عايزين نبقى في 10 مرشحين سياسيين، عايزين 10 يخشوا الانتخابات، عايزين 10 20 يخشوا انتخابات الرئاسه، وفي نفس الوقت بنقول لما حمدين صباحي ترشح لهذه الانتخابات احدث فرقه داخل صفوف التمرد. من يدعم من يدخل هذا السباق فليدخله، الشعب المصري هو في النهايه هو اللي له زي ما حضرتك قلت هو اللي له الاختيار، ليس احد وصي على هذا الشعب. الشعب هو اللي هيروح صندوق الانتخابات وهيدي صوته للي حاسس ان هو هيرضيه، اللي حاسس ان هو هيقدر يحفظ ويرجع البلد خلال الفتره اللي فاتت ما خسرته خلال الفتره اللي فاتت، ان نرجع تاني هذا الامن اللي كانت مصر مفتقداه خلال الفتره الاخيره. عايز اوضح انا تعقيبا على اللي انت بتقوله ده، انا اشرت الى ان الاستاذ حمدين قال اني سارشح نفسي، ده غير الجزء الخاص بالسيسي، قال سأرشح نفسي إذا اتفقت القوى وتكتلات الثورية على مرشح واحد يمثل الثورة وشباب الثورة. حضرتك شفت اجتماع حصل للقوى والتكتلات الثورية واتفقوا فيه على مرشح واحد؟ أنا ما شفتش اجتماع للقوى الثورية اتفقوا فيه على أي شيء، مش على مرشح رئاسي. تمام. بس على أي تمام. شيء. تمام. يعني. إذا أنا بتكلم على جزئية، عشان لما بتكلم بقول مرشح الثورة ولا مش مرشح الثورة، حضرتك يا استاذ حمدين وانت صاحب تاريخ وطني نزيه ونحترمه ونقدره تماما، الوعد اللي انت قلته انه لو اتفقت القوى الثوريه لم يحدث هذا الاتفاق، جبهه الانقاذ لم تجتمع لتتفق على مرشح، اذا انت واخد قرار فردي خاص بيك. انا بعيدا عن ده، انا ما بقصدش الناس تتناقض في تناقض في الاقوال، لا، لكن انا كنت اتمنى حركة التمرد وهي ضمير للشعب المصري لأنها ساهمت في جمع 22 مليون توقيع من المصريين اللي خرجوا في ثورة 30 يونيو، كنت بتمنى أن يكون التعبير عن الموقف باسم الشخص وليس باسم الحركة أيا كان هذا الطرف أو ذاك الطرف. يعني احرص على أن جسم الحركة اللي التف حولها المصريين كضمير وطني يبقى بعيدا عن النزاعات السياسية والفرقة السياسية، لأنك أنت النهاردة دخلت مع ده دخل ضد ده، احنا بقت معركتنا احنا في الداخل مع بعضنا. الحاجه الثانيه بتكلم عن تقدير الظرف،
انا مش بتكلم على صراع سياسي في مرحله الوطن فيها مستقر، لا انا بتكلم على ظرف سياسي بالغ الخطوره بتمر بمصر، ظرف امني بالغ الالم، الجرح بتاعنا اللي كل يوم بيموت لنا فيه ضباط وعساكر وجرحى ومصابين وتفجيرات ارهابيه في كل مكان. ما ينفعش احط نفس المعايير اللي بتتحط في الاوضاع العاديه على وضع استثنائي في تاريخ وطن عزيز علينا كلنا. النهارده بنتكلم على وطن بيتعرض لجرح كبير، لألم، لشهداء من الشرطه والجيش النهارده بنشيع جسامينهم كل يوم. ما بتكلمش على وضع فارغ، ما بتكلمش على رفاهيه سياسيه. بقول اللي بيحب مصر يقف مع مصر في اللحظه دي، يقف مع مصر بالحق، يقف مع مصر بالصدق، يقف مع مصر بعيدا عن النزاعات الشخصيه والاطماع والمطامح الشخصيه. احنا النهارده لما يكون الجيش المصري العظيم انحاز لينا هذا الانحياز الضخم على مدى اقل من 3 سنوات في ثورتين عظيمتين، ثوره 25 يناير 2011 وثوره 30 يونيو 2013. هذا الجيش العظيم اطلع النهارده انا اطلع بيانات اشكك فيه واقول المجلس الاعلى للقوات المسلحه يتدخل في الشان السياسي باعلانه الانحياز للمشير السيسي للترشح للرئاسه؟ يبقى ما اقراش البيان اللي اتصدر بمجلس اعلى القوات المسلحه، ما تقراش البيان. البيان كانت عباراته واضحه ودقيقه، او اللي قرا ما فهمش، او اللي قرا ما فهمش وبالتالي عقب على حاجه ما صدرتش ما تمتش. محاولات التشكيك، محاولات الاساءه كمان مجددا، واحنا لسه يا دوب خرجنا من الشعار الحقير يسقط حكم العسكر بعد ما ثبت ولاد الكل اللي بكوا على الفضائيات وقالوا احنا غلطنا لما قلنا يسقط حكم العسكر، واللي اتعلموا ان الشعب المصري يوم ان يتألم لا يجد الا طبيب واحد يعالجه هو الطبيب العسكري قوات المسلحه الوطنيه هي اللي خرجت وقالت للشعب المصري انا معاك كتفي بكتفك. النهارده لمصلحه مين اشكك؟ النهارده الوطن بيتعرض لمحنه كبيره.